هذا الشيء نهائي. أنا ما رح جيب هدية لأي حدا، وكيف ما بدك تفهم افهمي. أنا حاب أشوف مين في زلك وكيلة هالمرة. يلي ما بينحني أكيد رح ينكسر. أنا رح انكسر إذا ما انحنيت. لا لا لا، بقصد إنه كوكيلا ما كان لازم تعمل هيك. إيه؟ هالشي أبداً ما في جنس الإنسانية يا مايا. خليها تعمل مثل ما بدها. أنتوا التنتين رح تعملوا مثل ما بدي. إيه؟ إيه إيه إيه؟ أكيد أكيد. عم تفهموا شو عم قول؟ ايه انتو التنتين ما لازم تغلطوا بشي. ايه انا وحدي اللي بقرر هون امتى بصير وشو بصير وكيف من بعد اذني. مايا اخي كانتي، مانجيت قررت تصوم بهذا البيت، نحن مو لازم نعمل شي يعني؟ شو قلت؟ نصوم؟ يعني نحن نصوم؟ كلنا نفس الشيء؟ لا مو هيك، مو نصوم، قصدي مو لازم نهديها شي هدية مميزة؟ هاري، حبيبي أبو الزوج ما بيعمل أي شيء بهذا الصيام. الحماية هي بس يلي بتهدي شغلات لكنتها بهذا اليوم. وكوكيلا ما رح تعمل شيء، لأنه كوكيلا بتعارض وما بتعجبها أي وجهة نظر. الله وحده بيعلم نسواننا هدول شو بدهم. نحن الثلاثة عنا هيك نسوان، بس هنين ما بتعرف كيف بيفكروا. بتعرفوا شو؟ كان لازم يكون عندهم كناين على شكلهم تماماً مثلهم بالضبط. كانوا تعلموا الدرس. انتو لازم تفكروا بمانجيت بالوقت الحالي. لمعلومكم مايا فضت جيابنا لما طلبت منا ندفع مصروف بالبيت. انتو ما انكن حاسين انه مايا اجت لهون بس مشان تصفي حسابها معنا؟ لا انا مو حاسس، انا متأكد 100% انه مايا اجت لتسوي الحساب معنا. أصلاً هي بلشت بانتقامها منا، مو شايف كيف شلحتنا غرفتنا أول ما إجت؟ أنا ما عم أفهم أبي ليش لهلأ ساكت وقاعد عم يتفرج علينا. هو اللي بيحق له يحكي، يعني هو بيضل أبوها لمايا بالآخر. ليش نحنا ما منكون إخواتها كمان؟ بس نحنا ما بيحق لنا، لأنه هي مو شايلة اعتبار لحدا بنوب. بس نحنا لازم نفكر بشي شغلة بخصوص مايا يا شباب. لك خلص شو بكون منفكر بمايا بعدين؟